الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. إيمان عند غرّانغ المدام تكذّعهم ويدا غرّانغ لولا بيشواسمان. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام لا يماثل كلام الخلق. هذا. ويدا غرّانغم الله عند كلام آنل ينام بيشواسي كندو الله هذا سمساري تدارد ينام الله عند سمسارم سرتيرا سمسارم ما يبريكم سادش يحضره إلا إن غوري من سرقة. وأن منزل لا مخلوق. هذا ربنا اللي ركب بتران سرتي كبتر سرتي إلا. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. الله تعالى رسول ما الكلا كتاب غل أبدري بيجند. نؤمن بجميع الكتب. إلا بعد عندنا غلي نمر بيشوسيكم. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. أبين الله تعالى ممكن بيرار يتصب يد الله ما أنا هذا ربنا بتيجب أنا تاني بيشوسيكم. القرآن. القرآن والتوراة توراة والإنجيل إنجيل والزبور زبور وصحف إبراهيم إبراهيم نبي الأيدك وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام موسى نبي الأيدك ونؤمن بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أخبارها وأحكامها وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب أبدا عندنا غلا بذي غلا هذا ما يبند بطة ببرين غلا الله يندل لا مريض جو هذا لا نملا مشوسي كندو يندل مشود القرآن ورد بودي نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها نطالع فقط ما جاءنا في القرآن والسنة والله أعلم. من قال بهذا عندنا اللهم نملا نيجي كنو ينال أبايا نمل وبيو برتيو أبايا برمانة ماي كارجيتش ينال كتاب وسنة ترملا عندو هذا ما ترمانة نمك برمانة ماي نيجي كاونا ده.